ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمرو عبد الرؤوف. فيديو جديد، فيديو النهارده مختلف تماما عن كل الفيديوهات اللي انا عملتها قبل كده في القناه هنا، مع اني عملت قبل كده حاجه عن رياكت برضه عن فيديو عن تيك توك حاجه زي كده، ما علينا. بس فيديو قديم قوي، كان حاجات عن ناس شافت حاجات اشباح حاجات كده وسمعتها حاجه زي كده. اوكي، ما علينا. العنوان الفيديو اسمه watch people die inside. اوكي، هاشتاج 55. طبعا المفروض ابدا من هاشتاج واحد. اوكي، هاشتاج 1 المفروض، بس مش عارف ده اللي لقيته. اوكي، اللي مش عارف ايه حوار people die inside، يعني الناس بتموت في داخلها. يعني مثلا انا مش عارف، انا هدي مثلا بس مش عارف جايز يكون صح او غلط، بس ده اللي اقدر اشرحه. اوكي، يعني مثلا معايا كوبايتين. اوكي، كوبايتين هخيرك ما بين كوبايه فيهم فيها فلوس. اوكي، اقول لك كوبايه فيها فلوس والكوبايه الثانيه ما فيهاش حاجه. اوكي، واقعد احولهم واقعد احولهم. يعني انا هقول لك كوبايه انهي اللي فيها فلوس. اوكي، واقعد احولها اقعد احولها اقعد احولها، فاهم؟ بس احولها بالراحه بحيث ان انت تقدر تشوف الكوبايه اللي انا قلت لك ان فيها فلوس. اوكي، واقعد احولها 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 احولها، في الاخر اروح اظهر لك في الاخر، قصدي اخليك تختار الكوبايه. اوكي، فانت تختار الكوبايه اللي فيها الجنيه او الفلوس اللي انا قلت لك فيها فلوس. اوكي، فتفتح تلاقي جنيه، فتبقى مبسوط ان في جنيه، فاهم؟ واوريك الكوبايه الثانيه انها حاطط مثلا 500 دولار مثلا. اوكي، فانت طبعا في الموقف ده هتحس ان انت فاهم، اللي هو تحس بالبؤس وعدم الامل، هي حاجه زي كده. ما علينا، خلينا نخش على طول على الفيديو ويلا ليتس جو. This instrument shows what is not working on your body. Okay, ده مفروض جهاز. okay, يعني جهاز بيوريك ايه اللي بيشتغل في جسمك، فاهم؟ يعني ايه اوزوري 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 سي سي ده يلا هل مون بارانكوي عند قلبه قلبه شغال بيليزا حاجة زي كده people die inside. اوكي، لما تيجي تحط حاجة This is what we're gonna have to do with this door. You can't be part of it. I just fell down. I just fell down. البني ادمين لما بتيجي بتوع، انا هي اكتر حاجه بتضحك في يعني وقوع الناس، بالذات واحد زي ده. اوكي، ان هو بيقع، فاهم؟ تحس ان هو بسلو موشن، فاهم؟ تحس ان الحياه كلها ممكن تبقى ماشيه سريعه ما عدا هو في وقعاته، فاهم؟ في سن غباء. بالنسبه للناس اللي في مصر، الحيطان بتبقى عباره حاجه زي كرتون حاجه زي كده، ده عادي، وبيبقى مستفز جدا لان هنا هو المفروض ما تعملش دوشه، مع ان البنيان نفسه الحيطه والحاجه، حتى هنا هو في ايطاليا البنيان ذات نفسه ممكن يسمع، فاهم؟ يعني ساعات بسمع الجيران وهم بي، ما علينا. اوكي، بس دي فعلا سمعت مرتين مش مره. هو ومراته، لو عايزين شرح اكتر، هو ومراته بس، يعني ما علينا. وبالليل كان ساعة واحدة حاجة زي كده، بس ما عرفتش انام، اللي هو بعدين طب هنخلص امتى؟ ما علينا. ما علينا. Besties, I just got off work, so don't look up here. اللي عايز اقوله، لو انت هتسافر برا، اوكي، يا ريت يا ريت تكون عايش لوحدك في بيت لوحدك. اوكي، لو انت حابب ان انت تبقى الجو ترزان الجو ده، انصحك ما يكونش ليك جيران عشان يسمعوا انت بتعمل ايه بالظبط. اوكي، بس besties, I just got off work, so don't look up here. Don't look up here, but no top bus is full. Two, three, ready!
Пацаны, кто только что открываем туалет, тут кот. Дайте косида кофр. انا شفت واحد قبل كده كان ماسك هو هي صينية واحدة وكان رايح يوديها للناس اول ما وصل عند الناس الكوبايات كلها وقعت فتح عامل برج طويل فشخ احنا بشر على فكرة دي انا قلتها اكتر من مرة احنا اغبياء اوكي دي حقيقة انا بشري ومن الاغبياء بصراحة فعادي اشتغل I've always wanted to try this. دي مية كسر البتاع بتاعت المية يا دين أمي Коли закончив не бурсу, а ПТУ, у машинки поламалася антена нагрівательна. Нагрівательна, не так хатто, а ще не тебе хор, да, не так осу, та? Куто осу тебе? Домой я пройти. على فكرة أنا كل ما ده بكتشف إن البنات أعفن بصراحة أعفن إحنا معفنين كأولاد أنا عارف ده بس كل ما ده بكتشف ان ان هم اعرف انا على فكرة انا اسف لو انتي بنت بتتفرجي فانا اسف بس دي حقيقة يعني انا بقول على نفسي ان انا عارف ان انا معفن اوكي بس اوكي ما عليك ما هو вот такая красота у нас машины я не знаю чьи кому звонить чтобы убирали потому что نسيت واخبيه احنا معفنين بس اذكياء انتوا معفنين بس اغبياء انا كنت بحط ايدي من البتاع نفسها وبعد كده مره واحده كنت اكتر حاجه بكرهها اعملها بصراحه بسبب الحوار ان انا احطها لو كنا اشترينا من اسمه ده من الشركه نفسها بتبقى سهله فشخ ان انت تشيلها وتقلبها او تقلبها قبل ما تشيلها وتحطها خلاص شكرا فاهم لكن لو انت مليتها فاهم احيانا كنا يعني انا بتكلم لما كنا بنملاها اوكي زي ما هو عمل كده فاهم لازم تحط ايدك وبتاع الموضوع بيض بصراحه مع انها حلوه فاهم بتشرب ميه مش محتاج ان انت تشيل ميه في الثلاجه ولا اي بتنجان لما تكون مش في المود يا دين ابيض I said, what the fuck? He said, Brandon, I get some of that spaghetti. What? You just called me nigga? Oh, no. What? You just call me nigga? Oh no. I thought you said nigga. Okay, but what you said? What that mean? Translate that for me. Nigga, sit your ass down. Ooh. Raise the leg.
ده ممكن يكنسل فيها دين امي. Legs up, Mama. Raise your legs up. Raise your legs up. Not. You barely move. كمارو حرام عليك يعني بتعمل حاجة قدام كمارو. اه برو. واو. واو. I just paid $300 to look like a Karen. Okay, let's practice. يعني مش عارف كارين مين كارين. كارين دي تلات حاجة زي ترند. اوكي لما تلاقي ست تقعد يعني تزعق لك فاهم بيسموها كارين. اللي هو مثلا لو عندنا في مصر انت تلعب كورة اوكي ومثلا مش عاجب جارتك مثلا تلاقي تعدي تزعقلكوا ان انتوا تلعبوا كوره فاهم تقول لكم روحوا النادي فانت تقول لها انت بدينا فلوس نروح النادي فتقول لك لا ما تلعبوش كوره هنا قدام البيت وانت قدام البيت فعلا حرفيا فاهم تحت بيتكوا اوكي بس المشكله ان هي ساكنه فوقيكوا او ساكنه تحتيكوا فاهم فبتقول لك العب قدام بيتك فاهم دي كارين اوكي فهي بتقول ان هي بقت شكلها عامله زي كارين ان هي صرفت مش عارف $200 حاجه زي كده $300 to look like a Karen. Okay, let's practice. Let me speak to your manager. I'd like to speak to your manager. Oh my god. Okay, so I got just a few things. هو ده فعلا ده انسايد فعلا دي كده فعلا ميتة من داخلها في نفس الوقت اللي هو بتحاول تبلع الموضوع. Okay, so I got just a few things. هو انا ما جربتش قبل كده اروح العب اللعبة دي اوكي بس عندك في ثلاث اخرام اوكي انا اسف الكلمه بس يعني بتحط صباعك في الاخرام دي في الكوره في ثلاث اخرام بتحط صباعك في الثلاث اخرام اللي موجوده في الكوره اوكي عشان الكلام يكون مترجم بس صح فانت المفروض بتحذفها اوكي مش بتحذفها لفوق وتستنى لحد ما هي تنزل وتكمل فاهم هي المفروض ان انت فاهم زي بتزقها ما علينا اوكي ما علينا بس انا متاكد ان لو جربت مش هعمل الغباء ده انا لو في مره جربتها بصور نفسي اوكي ربنا يستر My manager, why are you always late? Me. This morning, I got up at night. اللي مش فاهم المدير بتاعه بيقول له انت ليه دايما متاخر فبيقول له انا النهارده صحيت بالليل I got up at night Okay what's my personality give it to me straight lazy what ain't lying فرق ما بين اسمه ده في التلفزيون ورياليتي الحقيقة فاهم فرق مسخرة هو مش في فيلم بس يعني تقريبا ممكن بس عم اعتقد لو هي كان عملوها كده تبقى جامدة to update each other dun sa mga specific tasks na naka-assign sa inyo. Alright? So, guys, I can see that you're all joined in dito sa ating Zoom meeting, but can you please turn on your cameras so we can see each other? Alright? Thank you, Dea. Good morning, Kukai. Hi, Mozzie.
Enrique, we can see your camera. Okay, there you are. Mozzy, are you feeling well? Hello! Okay, there you are. Mozzy, are you feeling well? Hello! أعوذ بالله من الشيطان. How are you, my friend? How are you? When I come from here, when I come, أنا جيت قلت إنه you are like a brother. You are good. I am sorry. I am sorry. I got you. Okay. Banana. I want this shit. This is for you. Babe, please. I just wanted to get it. وبعرفوا انه عايزين نعمل رياكت على حاجات زي كده. اوكي في حاجات كتير وفي حاجات برضو جديده ما اعتقدش ان حد عملها في مصر او في الوطن العربي تقريبا. اوكي انا هعمل سيرش اشوف لو في حد عملها بس ما اعتقد ان مفيش. اوكي غير انا عملتها قبل كده. اوكي بس الفيديو ده مش موجود هنا في القناه، هنا موجود في قناه تانية
بس كده ما علينا، هتبقوا تعرفوا اوكي ما علينا. ده كده لايك، يا رب يكون لايك عجبكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم يلا تشوس. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring.